هكذا بدت شوارع تعز الصباح اليوم، تكسوها الأدخنة الناتجة من إحراق القمامة والمخلفات التي أصبحت تزاحم السيارات بالشوارع. أما الأرصفة فقد قطعت أمام المارة بعد أن سكنتها الروائح وأكياس القمامة لأيام. قد احنا نتحمل مع عزا حركة السير، إنما يتحمل على الصحية نتأثر منه ويعرقل حركة السير ويمنع المارة ويمنع ويدي زحمة في الخطوط. عمال النظافة مضربين عن العمل، وقد تظاهروا لأيام أمام السلطة المحلية بعد وعود قطعت لهم بتسليم الرواتب ومساواتهم بأقرانهم عمال النظافة بالمناطق المحررة، ولكن لم تأتي الرواتب ولا الزيادة بحسب قولهم. أما مدير عام النظافة والتحسين فأفاد بأن معاملة العمال بعدل لثلاثة أشهر تتابع، وكل يوم تعطى الوعود ولا تنفذ. لا نريد زيادة رواتب ولا نريد مساواتنا بالكبار، نحن نطالب بمطلب أساسي وهو بسيط، راتب لا يتجاوز 27,000 ريال، هذا هو مطلبنا. رغم أننا الفئة الأهم في هذا المجتمع، لا يقارن سوانا، نحن وبالجبهات واحد، نحن هنا في جبهة داخلية داخل المحافظة لننظف أوساخ هذا المجتمع كل يوم. وكأن هذه المدينة لا يكفيها مرض الكوليرا التي تحصد أرواح الناس كل يوم، حتى أضيف انتشار القمامة والمخلفات مما يضاعف معاناة السكان في انتشار الأمراض ووصولها إلى كل حي وشارع في مدينة تكاد تعلن عن جفاف آبارها وانعدام الماء فيها. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.